كلشي فريق كلشي هو هذا ها باز ديال اللعب على الزميله في العروسه صافي واحد ضروري شكون هذا اللي كيهضر تما كيجيك شي حاجه عارفش ما عارفش شكون شكون قاد هاد المولاضات غنكون شاك نجيب الاخوان المهم بعد ما خرجنا انا والمدام ديالي مدام تبارك الله عليا صافا كلشي بخير الله ما بقاش كاين شي عود يشتغل والو اوكي كاين واحد عاود كحل الله تبارك الله الله يبارك كتسمعوا الامبيونس ديال كنا بار خوت تلاقيت مع هذا السيد هذا صويري الناس ديال الصويره مرحبا انت راجل كبير وكبيره والله بطبيعه الحال انا دابا عاد تزوجت شي نصيحه تكون من القلب دابا المدام ديالي هي كتسمعك الا كاع بغات تمشي للمدام تعطيني شي نصيحه بيني وبيك ماشي مشكل كفا الله يلاقيكم شي خير اللهم امين اسمع مرة تمشي أيه؟ الله يداويكم بالخير اللهم امين يا ربي اميني بأمينيه زعما كاين امين في امين سير الله يحفظك ليا الله يلا شوف بارك الله فيك الله يحفظك الناس ديال الصويره ياك يحفظك ليا مرحبا على راسو العين تبارك الله عليك اخويا اشنو غادي يدير لي ماروكان معني جرجيريان سامدي شوف لي ماروكان مغا لي زارجيليان زارجيليان مشاو واخا هكاك تحيه ليهم صلي عليهم صل على النبي راه مشاو انت اخويا شوف شوف شحال تقريبا غادي يربحوا شحال؟ كتخرج ان شاء الله شحال تقريبا؟ قول جوج جوج ياك ثلاثة انا قلت ربعة انت كاتخ هذا جوج هذا ثلاثة صافي غادي نشوفوا شكون اللي غادي ان شاء الله ميعادنا نهار السبت يلا ضرب لي انايا بصح حيت انا ماما هي كرة غير السياسة وي فوالا اما الكرة ولو خسروا حنايا هذا هو اللي ما تكررنا من حنا المغاربة كاملين وحق الله راه غادي ما عندناش مشكل فعلا هذه هي الروح الرياضيه اللي خصها تكون عند المغاربه وعند الجزائر بوكادو مابو والله العظيم والله شوف ني جاوا السميت حنا شعب واحد الله يحفظك ليا الله يخليك المدام ديالك وشكرا بزاف تبارك الله كنا باغيين نشربوا لي زويت وناكلوا الحوت ودوما الاخوان خرجنا معطلين تلاقينا المرسى خاويه
السلام عليكم. هذه البيعه هذه بيعه سيدي. شحال شحال؟ اجي شوف واش شريف. راه 150. 150 اش 150 درهم ولا 150 درهم؟ باغي يخرج مع هذا العشيه. راك باغي تشرب زويت حيت دابا حنا عاد تزوجنا المدام هي كتشوفها وبغينا نشربوا لي زويت. باش راك عارف شويه ياك ما كاينش فين لقاو زعما كاين لي زويت في الكارفور ولكن خصو واحد السلعه تبيع البياسه سبعة دراهم ودو لي زويت خصك معاكي بالنسبه للناس مزوجين مزيانين ياك الوليدات ياك صافي الله يسخر بصحتك اخويا سير الله يحفظك تبارك الله عليك بديتي تبان معنا في الفيديو اييه دابا قول لي شي وصفه سحريه اييه خصك تاكل اسيدي بيزرو بيزرو اييه وتاكل الفت المحفور هو هو اللفت المحفور اللفت المحفور ياك تاكل حرت سكه مع الكراف اييه وزيت العود ما كاين غير عليا جي سويتك الله يعطيك ليا تبارك الله عليك انت اخويا